رجعنا لكم مرة تانية بعد الفصل وعاملين النهاردة حاجات حلوة مش مصري بس، يعني التنويع مطلوب في كل أكلاتنا، يعني تغيير عشان إحنا ما نزهقش من الأكل. طبعا لما يبقى فيه تغيير وفيه تنوع بيبقى فيه شيف عايدة منوراني. بنورك يعني بتاعة التكات بقى والحركات والحاجات الجديدة اللي انت دايما بتفاجئينا بيها دي. وحشتينا على فكرة. وانت كمان ليلي عاملين ايه النهاردة؟ بص احنا عاملين ثلاث حاجات سهلين وبسيطة جدا جدا. هعمل أكلة عراقية بسيطة خالص خالص في دقيقتين، بتحطيها في الفرن او على النار براحتك. يعني اكيد بقى الموضوع ان احنا ايه ما نعملش اكل شوية كده، ايه ناخد نغش شوية. ايوة طبعا لازم الواحد يجيب افكار كده ونغش طبعا. بس قولينا المقادير بقى الاكلة العراقية دي. انا هعمل كمية وانت براحتك بقى تضاعف ست البيت الكمية اللي هي عايزاها. انا معايا بصلة مكعبات، طبعا مش كل البصل ده هستعمله، ومعايا مجين من الشوربة بتاعت الفراخ، تمام، اللي انا سلقت بيها الفراخ ومقطعاها. سلق الفراخ ومقطعاها هنا، مقطعاها نص سلقه وهكمل النص التاني هنا، تمام. ومعايا رز بلدي غسله كويس، ومعايا معلقه زبده كبيره، معلقه كبيره، ومعايا اللبن سخن، تمام، ومعايا فلفل اسود وملح. دي التوابل بتاعتي دي الاكله العراقيه، تمام. هنزل بايه؟ هنزل بالرز، نص كيلو من الرز، ومعايا نص فرخه انا سلقاها. عندك بقى دبابيس فراخ اسلقيها، صدور بانيه، صدور، عندك بني فرخه كامله، عندك وراك اللي انت متاح عندك في البيت، تمام. نزلت بالرز ونزلت بالفراخ، هنزل بمجين من الشوربه، تمام. هنزل ببصله كبيره مكعبات، الرز ني والبصله نيه وكل حاجه. كل حاجه، مفيش غير الفراخ بس نص سلقه ومقطعاها بالشكل ده، تمام. معايا معلقه زبده، برشح يا جماعه انها تكون زبده ومعلقه كبيره، تمام. ومعايا بقول برده يا جماعه الاكله دي تتاكل في نوع تاني في يوم تاني غير الايه يعني غير اللي ماشي على دايت اسمي. وحطي ملح بقى براحتك، تمام. يبقى انا حطيت فلفل اسود وملح وسمنه، بس هي دي التوابل بتاعتي بس كده. حلو كده. وهنزل بنص كيلو من اللبن المغلي، تمام كده، واخلطي كل الامور مع بعضها. والسمنه بقى تنزل كده، والسمنه هتسيح كده كده. بصي بصوا الشكل من قبل ما هعمل اي حاجه. لو حابه تحطيها في الفرن هتحطيها، حابه تحطيها على النار. استوي كده يا شيف عايده. هنشوف طبعا. بصي هي نص ساعه على النار، ساعه الا ربع في الفرن. انا احطها هنا عشان ايه الوقت بتاعنا، تمام. هغطيها كده واقفلها بالورق. طب يعني لو حبه اللبن ما ينشفش اللبن، ما تنشفش، لو عايزه ازودها ما تتزودش يعني ولا هتزود. هو المقدار ده هو كده على نص كيلو الرز على نص الفرخه، تمام. لو هما بقى عايزين يزودوا هيزودوا، كل حاجه هتتضاعف، بس الوجبه دي هتكفي خمس افراد. حلوه قوي، حلوه جدا. انا هقفل كده، مش سهلة جدا ومش مكلفة خالص. مش مكلفة، انا جايبه لهم الحاجات النهارده على قدينا. الاسعار غليت وبقيت في حته تاني، فقلنا نعمل بقى اكله خفيفه ومش مكلفه جدا. لا خالص يعني كده انا غلفتها اهو. ممكن نعمل لو احنا عندنا، عارفه اللي هو باقي فراخ بيبقى في التلاجة، اي بواقي عندك فراخ، اي بواقي يبقى تاني يوم. لا كده انا هسيبها تتعامل مع نفسها. ممكن كمان نقفل عليها بغطا حله، زي ما قلت يا لها حريه الاختيار. عايزه تحط في الفرن كده خمسه، حلو حلو، تمام كده، تمام. عايزه تحطها في الفرن يبقى ساعه الا ربع، هنسويها كده على النار نص ساعه، تمام. تمام كده خلصنا من اول اكله. ايه السرعه دي؟ ايوه. نخش في الثانيه. دور بس مكان دي. ايوه اهم حاجه دي، عارفه، عشان احس ان انا لما خلصت طبيخ روقت كده، روقت الدنيا. دي هنسيبها كده تعيش مع نفسها بقى كده. احنا خلصنا، تمام تمام. هجيب ايه؟ انا معايا هنا صينيه او طاسه حله المتاح عندك. ايه بس دلوقتي الاكله الثانيه لازم تعرفي. يعني هنعمل ايه؟ هنعمل كفته بالطحينه. كفته بالطحينه، كفته بالطحينه،
يعني انا اول مره اصلا اعملها يعني، بس تحفه. هتشوفي هتدوقي وهتشوفي. انا معايا نص لحمه مفرومه، المقادير اهي معانا. نص لحمه مفرومه، بصله مكعبات كبيره اهي. برضو الحاجه بتاعتها سهله جدا جدا جدا. هنحط ايه تاني؟ بصله مكعبات وحبه كزبره كده خضر. حلو. هنجيب ايه بقى؟ بهارات بقى معايا. بهارات اللحمه بابريكا مدخنه عشان تدي لون كده، ملح حسب الرغبه، فلفل اسود، بودره ثوم. تمام. توابلها برضو بسيطه جدا جدا. ايه تاني؟ معلقتين كده من الزيت. سهله؟ سهله جدا. سهله خالص. طب انا عايزه اقول لك انا بعمل الكفته وبتفك بقى ليه؟ او ما خلاش تفك ازاي؟ بصي انا ولا حاطه بيكنج باودر، ولا حاطه ايه تاني؟ قولي معايا بقسماط، ولا اي حاجه. ما انا شايف مش حاطه حاجه خالص. وادينا هنشتغل يعني. وحاطه هنا 5 معالق من الزيت، مش عايزه اكتر من كده. ايوه. انا بطول كده شويه لان بصي هي دي هتتعمل في 5 دقايق اصلا. لا ما احنا لسه في حاجات تاني كتير. انت عامله لنا النهارده حاجات حلوه. هنعمل ايه بقى؟ اعجنيهم بقى ست الكل كده مع بعض. انا ببقى لازم احط مادة ربط عشان تمسك لي كل ده، عارفه؟ شوية بقسماط كده. عيش مبلول، عارفه انت فكرة العيش المبلول؟ ما عملتهاش قبل كده. بص احنا من غير اي حاجة. ايوه ما تفكس. صدقيني حتى الكفته المشويه، كفته الحاتي، انا ما بحطلهاش الحاجات دي. صدقيني هعملها معاكم برضو. بس ولا ميه بصل ولا اي حاجه، ولا الكلام ده. ميه البصل بعملها لما اجي اعصج. تمام. ابل ايدي بس. نبقى نعملها مع بعض الايام الجايه. هنا بس المشكله ان انا سبت اللحمه في الفريزر شويه، فاهمه؟ فلسه بس احنا كده تاني. هنعمل ايه تاني؟ بص بقى هنكور على طول. اجيب طبق اكور فيه على ما الزيت يسخن معانا. ايوه. طب نعلي على الزيت؟ عايزه نعلي على الزيت شويه؟ نعلي شويه خالص. البرد عامل عمايله معايا. ما هي عارفه الاجواء دي، الجو شويه حر وشويه ساقعه، والصبح حر وبالليل. لا بس بقى لنا اسبوع الجو تلج 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 يعني. بطاطا بقى علينا وعلى البطاطا. بطاطا. عارفه يعني. كنت بقى انا عايزه اقول للساده المشاهدين ان انا نزلت لكم امبارح بليله باللبن بقى. بليله باللبن في الجو ده هيوديكم في حته تانية يا جماعه. كله اعملوا البليله اللي انا عاملاها، ادخل على اليوتيوب وشوفوا الطريقه عامله ازاي. بجد تحفه. يعني بعد ما كنت بردانه لا هي حرانه بتدفي. بتدفي هو ده وقت الحاجات دي كلها. هنقليها بقى كده. طب اللي عايز يحطها في الفرن دي ولا لا؟ دي عشان انا عاملاها بالطحينه مش هينفع تتحط في الفرن. هينفع فرن. دي بعد ما بتتحمر بتنزل عليها بالطحينه اللي احنا هنعملها مع بعض 5 دقايق وبتكون طافيه عليها. بس كده ما تاخدش وقت خالص. انت اكلتك النهارده السرعه في الاكل. سريع. ده اهم حاجه صدقيني. انا عايزه بقى عندي برد بقى مش عايزه اتقل عليهم، فاعمل لهم حاجات بسيطه النهارده وسريعه. انا عايزه المطبخ اللي هو اطبخ حاجه في 3 دقايق. محدش يقعدني اكتر من كده. خلي بالك الناس بتتكتك في البرد، فمش عايزه تقوم بقى وتعمل مجهود وكده. ده حقيقي. فعايزين حاجه بسيطه برضه. ومعذورين بصراحة يعني، أنا عذر الناس. الجو ده عايز، عارفة، مش عايزة تقومي يعني. الجو ده عايز أكل مشاريب قاعدة كده. الجو ده عايز شاشة كده ويسمع البرنامج بتاعك كده وشوية شاي وخلص الموضوع. بطانية. لا شاي بلبن اتفقنا، عشان في حاجات هتعمليها. أيوة. لازم لها شاي بلبن. أيوة. أنا مستنية.
طب لازم يعني اسيبها شويه في الثلاجه ولا لا اقلي على طول؟ تشمعيها شويه؟ اه يعني لا مش محتاجه، يعني هي الطريقه دي مش محتاجه. اه تمام. بصي حتى وهي متلجه الكاميرا تجيبها ما فيهاش اي مشكله. مش فاكه بصراحه خالص. اه تمام. عايزين نجرب كده سخن. حلو قوي كده. لازم الزيت يسخن قوي؟ اه. بس ده نص كيلو يا جماعه وهيديكي كميه حلوه يعني. لو عايزه اكتر اكتر بصل اكتر؟ عارفه انت لو اكتر بصل اه ادي معايا كميات. هو هو انا حاطاه اتنين حلوين كده مكعبات. على نص كيلو حلو اتنين. مش محتاجين نشوف اللي على النار ولا خالص انسيه. فيها خالص انسيه. في رز. اه يعني اخر الحلقه بقى شوفيه مع نفسك يبقى شكله عامل ازاي. طب قولي لي ليه ما حطيناش الفراخ نيه؟ اه نيه. طب ما كده كده هتاخد سوى الرز وهتاخد راحتها في السوى يعني اصلا. تمام. سلقه الفراخ اه بتاخد ساعه على النار. اه احنا يعني وقت حلقتنا نص ساعه مثلا. فاحنا عاملينها على قد الوقت فلازم تصليها. وهي اصلا الاكله دي لازم الفراخ تكون مسلوقه. تبقى مسلوقه. ننزل بقى احنا كده. نقلي بقى. طلع مصفى. طلع مصفى. طلع عليها الكفته. إيه لا مش هنطلع الكفته اصلا. اصلا؟ اصلا. ايه ده هاكلها كده على طول؟ ايوه هاكلها من ال ايوه ده كله في طاسه واحده. ما انا بقول ليه برضو المصفى. اه ما انا نصفي ال تمام كده؟ اه ننزل بقى هنا. مع صوت الطشة دي الطشطشة دي يعني بس كده. بس ممكن نكمل وحدتين كمان. اه كفايه دوق يا دوبك ادوق يعني ده دول ادوق بس. اكله سهله جدا على فكره جدا وجديده يعني ما فيش ناس كتير بتعملها. عايز بقى جنبها شويه مكرونه. اهو مكرونه بس كده. ايوه حبه رز برده بيض كده لونه ابيض. رز ما احنا عاملين رز اهو جنبها رز اهو شويه مكرونه كده وهي طحينه في الجون. مش محتاجه اقلب ولا نسيبها؟ لا هي هتحمر نقلبها على الوش التاني بس لسه. خلي بالك كتر التقليب في الكفته بتفك منك. فك. ايوه ونرجع بقى نزعل. طب ما انت اللي بتقلبي كتير بتفكي ليه؟ شوف عشان ما حطيتش بقسماط بقى ولا اي حاجه من دي. ايوه احنا بنقلع. بصي بنعلق شماعتنا على بقسماط على الفنطار. أيوة الكلام ده كله. لا انت ما تقلبيش على طول. طيب عامله لنا ايه تاني؟ هنعمل ايه تاني؟ نجيب شوكه نعمل طحينه دي اللي هننزل بيها على ال على ال على الكفتة. على الكفتة. أنا عندي طحينة خام تمام؟ أنا جايبة طحينة خام حلو؟ هنزل بإيه؟ بثلاث معالق من الخل. وأقلب. كفتة أول ما بينزل الخل بصي بتتقل ولا يهمنا. هننزل بإيه؟ اه مج من المية يكون دافي عشان يفك معايا الطحينة. مية دافية. عشان أحط لها حاجة تاني. اه ما أنا هزودها لسه ما نزلتش بالمج كله. عارفه بحط فيها توم اوقات الطحينه. اه دي الطحينه اللي بناكلها احنا جنب اي اكله. أوه. لكن دي احنا حاطين هنا التوابل
فمش هحط اي حاجه فيها. حاجه تاني في الطحينه. شايفه خدتك معايا؟ طب هتقلبها انا ومكملي الطحينه. ماشي بصي اوعى تفك. لا اوعى. اكيد لا مش هتفك. هقول عيب معلقه. مش انا اي حاجه. مش انا اكيد. اهي ما فكتش. لا مش شفتي يا بنت حلال ومش هتكسب. يا جماعه الموضوع عارفه صعب قوي. جيب حبه تقليب الكفته ده صعب قوي يا جماعه بجد. بصي انا مش هستعمل الطحينه دي كلها. لا اكل الكفته حلو. تقليبها صعب. صح كده؟ مفيش ولا واحدة ماشي صح؟ مفيش ولا واحدة فكت. لا ما عندناش احنا الكلام ده. لا احنا بصي اهو عقبال ما اقلب كله وتخلص هيكون ايه؟ هتكون الحلقة خلصت تقريبا. خلصت. يعني شايفين الكفتة؟ اهي. الناس اللي بتقول بتفك يا جماعه الكفته ما فكتش. الحمد لله الحمد لله. بس انا عايزه اقول لك ريحه الكفته جميله ولسه الطحينه هتخليها في حته تانيه. ريحه الكفته كده طالعه بهارات. طب تمام مفيش رغيف عيش كده ولا اي حاجه. هي كده احمرت خلاص. انا مش عايزه شغل تاني فيها خلاص. اقلب لك بس فاضل دول بس كده زي الفل. ده انجاز. ده انجاز. ده انجاز. بس هي متماسكه. انا حاولت. لا جميل بس تمام. اهو تعملي ايه بقى؟ زي ما اتفقنا ست البيت بقى تزود براحتها يعني. انا بوريك الطريقه وانت تعملي. تمام هنزل بالطحينه يا جماعه اهو. انا الكفته عندي استوت 3 دقايق كده ولا حاجه وهنطفي عليها. بصوا الشكل. فيها اي صعوبه؟ لا خالص. سهله جدا 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 وهتلاقي طعمها تحفه. ما بقلبش كتير برضو عشان الكفته. طب الطحينه ما تكلكعش معايا ولما انزلها؟ لا خالص خالص. انا كده خلص معايا. كده خلص. بس كده خلص معايا. ما تسيبهاش شويه يعني. هي خلاص انزل الكفته انزل الطحينه خلاص عشان بس تشرب الطحينه. تشرب الطحينه. طب انت مش محتاجه نشوف ال. لا متاكده برضه اخر الحلقه. طب انا عايزه اشوف اخر الحلقه عشان الرز بس يستوي مع الشوربه واللبن. مش محتاجين نقلبه ولا اي حاجه. عارفه لو انا بقى اللي واقفه عليه كان زماني قلبته. ايه لا ما هو رايح جاي رايح جاي هيتعجن. فانا حتى لما بحط في الفرن بنساه. تعالي بقى نعمل حاجه حلوه. ايه بقى تاني؟ ايه ايوه نعمل بسكوته كده حلوه مع مج الشاي باللبن اللي انت بتحبيه. فين مج الشاي باللبن يا جماعه؟ المفروض بقى يجيبوا لنا. يا مخرجنا مج الشاي باللبن فين؟ بصوا يا جماعه ركزوا معايا. انا عندي بيضه واحده. طب انت احنا عايزين مقادير الاول. مش ما انا هقول اهو. بالراحه. بيضه واحده. ايوه حلو. نسينا نجيب معلقه للسكر. يلا حطينا بيضة كاملة. هنزل بإيه؟ 3 معالق من السكر خشن أهو. تمام حلو. وهنضرب كده
هنزل بايه؟ حبه من الفانيليا. وقلبي، ولا محتاج عجان ولا محتاج مضرب كهرباء ولا حاجه. يعني احنا حطينا بيضه وثلاث معالق سكر ورشه فانيليا. ورشه فانيليا بس كده. نقلب كده. هنزل بايه؟ مج من اللبن، مج الا ربع من الزيت، وقلب. سهل جدا جدا جدا. حبه بسكوت شكلهم تحفه وطعمهم اجمل مع الشاي بقى واللبن، ننسى. ماشي، شكرا. ونقلب كده بالمضرب. دي عايزين نحطها في التقديم، الكفتة. أيوة. نعجن بس ده. يلا خلاص كده. أنا خلصت. نرجع انت عشان نعجن. خلصت لك الكفتة على فكرة، والبسكوت يعتبر خلاص، بس هتشكلي معايا. يلا هننزل بايه؟ انا معايا 3 مجات من الدقيق، 3 مجات من الدقيق، ومعايا معلقه كبيره بيكنج باودر. تمام، معلقه كبيره بيكنج باودر و3 مجات من الدقيق، وطبعا على حسب الدقيق هنحتاج تاني ولا لا. لازم دي حلويات ولا دي؟ لا دي ده لا عادي. عادي صح؟ معدة الاستخدام ده لا ده عادي. بس مش هنعمل حلويات اللي هي البدوفور والحاجات النواعم دي، لا. ما فضيش دي كله مرة واحدة. لا لا هشوف هي محتاجة قد ايه. دي هتاخدي الدقيق كله. لسه ما لميتش معانا صح؟ دي مش محتاجة بقى نسيبها شوية العجينة ترتاح ولا؟ لا لا أنا مش حاطة خميرة. مش خميرة. مش خميرة، هشتغل على طول. هجيب إيه بقى؟ هجيبتي استعمل دي احلى. تمام، رش دي واجيبها هنا. ايه احسن نلم فيها بقى؟ تلمي معايا. بصي يعني هي خدت 3 مجات فعلا من الدقيق كاملين. ولميت معانا بسرعة. بصي ولا محتاجة أي حاجة، 5 دقايق تبقى عاملة أحلى بسكوت. هقسم كده وهعمل كده. سهلة؟ جدا سهلة؟ طب انت واقفة بعيد ليه؟ تعالي ساعديني. معاكي ايه؟ عايزين سكينة؟ عشان يلبس بس الجلافز كده. انت متأكدة مش محتاجين نفتح انا؟ لا مش محتاجة. بس انا محتاجة. طيب هعمل ايه؟ بص انا هقول لك هعمل ايه. بس هتمسكي دي، هنسويها كده. اوكي ماشي. ايوه تمام، سويناها كده يا جماعة اهي. هجيب ايه بقى؟ هجيب صينيه انا دهناها حبه زيت، او لو عندك ورق زبده حطي. تمام؟ اعمل كده اهو. ده سكر؟ سكر خشن، سكر خشن. تمام؟ وهضغط كده بالسكينه. صغري بقى كبري براحتك. سهله؟ بس كده؟ سهله؟
يلا اعمل بقى. اعمل بقى كده. ادور كده. ايوه. لو عايزين نصغرها كمان نصغرها. براحتنا. كفي بس دي عشان ما رضيتش اطفى عليها، قلت احسن لك في البوتاجاز. لا 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 تمام. كده. تمام. ايوه. انزلي بالسكر كده واضغطي. ايوه. وبالسكينه كده. ده بس ايه؟ عايزة تطلع مدورة. مش هندول؟ اهي. مش صعب. الا بقى لو نزلت في السكر ما طلعتش. كده. بقى طلعت اهي. ايوه حلوة حلوة. سكينة. ايوه زي الفل. بأمانة زي الفل. لا لا لا. حلوة قوي. حلوة. بجد؟ حاساها. طب نجرب واحده كمان. الحلو. ايه دي سهله خالص. ايه رايك؟ ايه ده؟ وهنشوف شكلها بعد ما تستوي عامله ازاي. بس هنشوف شكلها بس؟ ولا هندوق؟ هي الجمله كده. هندوق. هنشوف شكلها وندوق طعمها. كده. انا مصممه انها تطلع مدوره. انت بتطلعيها مدوره اهي. بصي شكلها. تكح. على فكره لما بتصغر بتبقى اشيك. صح؟ صغروها يا جماعه. تيجي نعمل صغير؟ تيجي نعمل صغير؟ نعمل صغير. نقسم دي كده اتنين. بس خليني دي خلاص اتعملت كده. ماشي. هنا بقى بصي. اهو ده اللي انا كنت خايفه منه. نزلت ما طلعتش. حلوه حلوه. شغاله؟ ايوه هتطلع. ولا مكلفه ولا صعبه ولا اي حاجه. اهي. وعلى الفطار جميله. واحد يقوم كده الصبح يشرب بيها كوبايه الشاي. نسأل. بصي بقى انا عايزه نصغر دي، انا عايزه اعمل صغننه. ماشي يا تقسيم. عايزه اعملها صغننه. انت عايزه ايه ده؟ عارفه الموضوع ده يطلع بقى ايه؟ ايوه كل ال كل الموارد الجميله. نقعد كده نعمل نطلع كل الطاقه كده اهو. زي عارفه زي الكحك كده. هو تغيير يعني حاجه بسيطه. طب عايزه اقول لك ليه ما نحطوش الفرن من غير سكر ويطلع نحط عليه سكر بودره؟ ما ينفع بجد. ليه؟ لان هو مش هيثبت. هيثبت ازاي؟ السكر بودره. لا. طب وده مش هيغير شكله؟ مش هيغير لونه في الفرن خالص. هو هيحمر بقى ويبقى تحفه. دلوقتي اوريه لك. متشوقه. بصي اهو نثبت كده عليه. جميل. هو شكله يفتح النفس يا جماعه من قبل ما يستوي. نعمل كده. شكله براحتك. ايوه شكله براحتك. ايه رايك؟ ده احنا في ايدينا التشكيل. ايوه بص بص الفن يا جماعه عامله احسن مني والله. لا انا بتعلم منك. لو بقى من عامله احسن مني. عندي فكره جديده برضه. شفتي؟ مديه شكل اجمل كمان. مربعات. اعملي تعملي زيي؟ هعمل. اشمعنى انت اهو. ما هو صدقيني عارفه اهو الطبخ ده بيبقى فن بجد يعني. طلعي فيه بقى كل مواهبك كده اهو. وعلى فكره لما صغرت بيت اشيك. حلوه. انتوا اعملوا بقى المقاسات اللي انتوا عايزينها. احنا بنوريكم الفكره بس. انت لا احنا ايه؟ انا بشوف انا ما بعملش حاجه من غيرك اصلا. بصي بقى هي عارفه بتنزل ما بتطلعش. هي عشان تقيله شويه. طب احنا ممكن نعمل حاجه احسن. ايه عشان بس ايه؟ ممكن عشان بس ما تطلع معاكي اهو. حلو كده؟ حلو قوي. انا اتعلمت منها الشكل ده النهارده يا جماعه. انا بقول لكم استاذه مريان دي ما فيش منها اتنين اصلا. صدقيني انت اللي بتديني الابداع كله يا حبيبتي. بتديني مساحتي كده. انت تسهل الدنيا كلها حبيبتي. اهو خلاص كده. عايزه اقول لكم ممكن لا تاخد واحده كمان. ان من ثلاث مجات دقيق
هتعملي احلى حبه بسكوت تسميه كحك تسميه زي ما انت عايزه تسميه. هو بصراحه شكله تحفه فمالوش اسم معين. طب انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. قدامنا 5 دقايق. انا خلصت. شفتي بقى؟ خلصت. شفتي؟ انا هقدم خلاص. انا معرفش الحلقه معاكي. صدقيني انا ما حسيتش اصلا بالوقت. الحلقه معاكي غريبه بجد. ده انا لسه هشمر اهو. ها ايه؟ الحلقه الجايه يا جماعه استعدوا. حلقة عيد الحب هنعمل حاجات حلوة كتير قوي هتعجب أستاذة مريم. وفي مفاجأة إن شاء الله برضو الأستاذة مريم. لا يا جماعة هو عيد مفاجأة على الهواء. مش عيد الحب ده الأسبوع اللي جاي. أيوة ما احنا الحد الجاي بقى هطلع أنا وأنتي كده ما فيش وقت تاني فنطلع الحد بقى. يلا الله. الموضوع سهل قوي يا جماعة بجد. سهل وبسيط ومفيش أي حاجة. طب ده بقى يتحط في الفرن قد إيه؟ ده ربع ساعة بالظبط. وثلاث دقايق من فوق الشوايه. تمام. ثلاث دقايق الشوايه. الوش يحمر. الوش يحمر ده ياخد لون كده. نوريكم. يلا بقى بصوا الجمال يا جماعه. الله. انا عايزه رايكم يا جماعه. جميل. بصوا الشكل عامل ازاي بعد ما مستوي. تمام. طبق الكفته. جميل. حلو قوي. حلو جدا كمان. السكر عليه من فوق. ايوه بص شكل السكر عامل ازاي. عارفه اللي هو جميل. مدي منظر تحفه. اه ايوه. الاختراع الجميل ده. اختراع يا كوتش. الجديد يا جماعة هنا وبس في قناتنا بألف هنا وبس. أيوة. حبة كزبرة كده. يفتح نفسك. اللمسات الأخيرة دي. أيوة. طش. ده طبق الكفتة. يب. اللي بيتعمل في 10 دقايق. الموضوع جميل. الموضوع سهل جدا. سهل جدا جدا جدا, جداً. يعني ادينا احنا ايه في نص ساعه خلاص كل حاجه على الهواء اهو. مش محتاجين نفتح ده بقى ولا ايه؟ مصممه. خلاص احنا خلصنا. ايوه. ونفتح بقى ونتصدم انا وانت مع بعض. لا نتصدم. انا عايزه بس ايه. بس رايك في البسكوت بامانه؟ جميل. انا ما انا هدوق. ايه رايك؟ هدوق دلوقتي. هدوق بس اطمن بس على ال. خلاص احنا اطمننا. يلا يلا. لسه طبعا. ليه؟ لان النار ضعيفه فلسه. عايزه ايه؟ دقيقتين كده. مش محتاجه تتقلل. لا لا برضه. والريحه فظيعه طبعا. لما دقيقتين كده ادوق. امارس مهامي الاساسيه بتاعتي. عايزه ايه ده؟ ده فيه لا طبق ايه وشوكتي يا جماعه. انا زحمت الدنيا اصلا. ايه وشوكتي؟ مريم هتضربنا على المواعين بتاعه النهارده. معلش يا روما حقك عليا. اللي دايما تعبان معانا. اه والله. اللحظه اللي ايه الحلاوه دي؟ بجد حلوه. فطارك وغداك النهارده. ايه الحلويات دي بجد بجد؟ ما خدتش وقت خالص جدا. يعني 10 دقايق بتكوني مخلصه. هو فكره الطحينه دي مديه طعم مختلف. جميله قوي. حلوه قوي 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 قوي. ده الف هنا. شوف الحلويات دي بالهنا والشفا.
الطحينه فيها مديها طعم مختلف. طعم مختلف يعني غير لما اخد الكفته مثلا وانا احطها في الطحينه. ايوه لا 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 موضوع مختلف لان هي سبكت كام دقيقه كده معاها فشربت الطحينه عملت بتاعها. عملت صوص طعمه رهيب يعني لو احنا شايفينه الصوص ده الطحينه مع الحاجات اللي نازله من الكفته. البسكوت كمان يا جماعه على الهوا هو ما خدش 10 دقايق 10 دقايق بتبقى عامله احلى حبه بسكوت اصلا. احنا كده خلصنا. حلو قوي. طب ايه انا سامعه كده صوت ايه عارفه احنا بقى المشكله ان انا نسيت اعلي عليه. تمام فهو لسه شويه بس عادي يعني لو حابه تقفلي الحلقه هوريهم شكله ونكمل سوا بعد. عايزين نشوف الشكل احنا لسه قدامنا قد ايه. طب دقيقه كمان ماشي دقيقه ونشيل دقيقه بس هو الامانه بياخد نص ساعه على النار بس انا كنت موطيه عليه. تمام دي كام غلوه وبعدين وطي زي الرز العادي برضو لكننا بنعمل رز عادي. تمام تحطيه في الفرن ساعة الا ربع على حرارة 200 ساعة الا ربع. بصي بتاكلي احلى حبة. طب اني احلى اني احلى طعم بقى فرن يعني ولا بوتاجاز؟ الاثنين ما تخرجوش عن بعض ولا ممكن احطه هنا وادخله الفرن عارفة اللي هو ممكن احمر الوش. لا هو ده ما بيحمرش وشه ده لازم يبقى ابيض كمان اللبن بيخلي الرز ابيض زيادة. هتشوفي شكله دلوقتي شوية قريبة من الرز المعمر. ايوه شويه الرز المعمر يعني بيبقى لبن بقى والسمنه كده وقشطه بتزودي برده تكات فيها ويدخل يعني. الفرن نعملها مع بعض مره وفرخه كده كامله في النص. يلا انا من عشاق الرز المعمر ده يعني كده يدخل الفرن يطلع عليا على طول. لا الرز المعمر بيبقى فيه اضافات اكتر بتخليه مسكر اكتر يعني. يلا احنا لازم نحط الرز المعمر كده قشطه على الوش وياخد سمنه كده سمنه بلدي. اصلا الرز المعمر اساسه القشطه والسمنه البلدي. اديله سمنه. ده طب هتجوعينا قشطه على الوش. عارفه ويخرج كده من الفرن الوش محمر. ايوه لا بيبقى موضوع وياخد هنعمله مع بعض. جوعتينا. ايوه طب انا ممكن نقدمه كده وارجع اكمل سواه. يلا ماشي بس نشوف شكله عامل ازاي عشان وقت حلقتنا. عايزين بقى تاخدي طبق كده. لا ولا عايزه طبق نشيل الطبق. عايزه حاجه المسكات. ايوه يلا عشان ايه هنرجع يا جماعه نسويه تاني. انا هوريكم الشكل بس انا بحب يكونوا ايه. بصوا هو كده يعني هو بقى بيبقى ناشف عن كده وبيبقى الطبقه كلها الرز بقى طلع كده لفوق. تمام فهو لسه ما استواش يعني هنكمل سواه. هنكمل سواه بعد الهوا. عدى مني مش هعرف ادوقه بس بعد الهوا. شكرا ليكي يا شيف عايده. بألف هنا نورتينا وعملت لنا حاجات حلوه سهله سريعه بنورك. لكل واحده مش عايزه تقف في المطبخ كتير يعني بنحب نجيب الحاجات السهله في ألف هنا. والجديده وجديده جدا صدقيني. شكلها كان هيبقى تحفه لو استوت للاخر بس يلا معلش. يلا شكرا ليكي يا شيف عايده. شكرا لكم مشاهدينا واستنونا بكره الساعه 12 ان شاء الله وبألف هنا. باي باي.